أجواء خطيرة وخطيرة جدا. المدريد كبيرة بزاف، الله يعلم المدريد كبيرة بزاف، لأن ما كاين حتى شي فريق يقدر يصبر مع المان سيتي دابا باللي جوار اللي عندهم بالإفكتيف اللي عندهم، عندهم دو زيكيب إي بورتون المدريد صبرت ووصلت، هذا هو اللي كاين، والفرق الكبار هما اللي كيوصلوا للدومي فينال، وهذه ستون فينال قبل الوقت. وهي مقابلة كانت صعيبة، مقابلة اللي مريض بالقلب مخصوص يتفرج فيها، ولكن الحمد لله النتيجة ما خيبوش الظن ديالنا. برافو برافو لي جوغ، عطاو كل ما في الجعبة ديالهم. سدينا، لعبنا بطريقة دفاعية محضة، سدينا تمارك هذاك البيت ما كانش يتماركا، اون افي لوكازيون دو ميتخ ان دوزيام ما درناش، مي الحظ ضربات الحظ كانت لصالحنا. تفضلوا يا لبنانيه، صار لي 20 سنه بشجع الفريق، بحياتي ما تعذبت هالقد اليوم، وروديجر نهيها اليوم. الحمد لله تكتيكات انشيلوتي الحمد لله قطعت على خير. جارديولا اسم الله عليه، يعني اسم الله عليه، مدرب رائع، فريق رائع، فريق مكتمل ورائع. بايكوت كنا فريمون ستريسي، كان عشنا فريمون واحد ستريس انكرويابل، ولكن الحمد لله اوني كرويي اي فوالا اوني كرويي جوسكو بو، والحمد لله ايزون بو غاني، وحنا فرحانين بزاف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.